السلام عليكم دراري بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. رجعنا لكم عاوتاني من جديد، وبطبيعه الحال كيف اي يوتيوبر كيعاود يرجع ويدير فيديو بحال ما هذا. السلام عليكم، انا رجعنا لكم من جديد. داكشي سمحوا لينا وضغط غادي ان شاء الله ما غاديش نعاودو نتعطلو بزاف داكشي. المهم كنعتذر بزاف على هاد الغبره. الدراري اللي متبعين لي فيديو ديالي راه غادي يلاحظوا بلي راه حتى البلاصه عاوتاني تبدلات. دونك هادي كانت من الاسباب اللي خلاتني بعيد شي شويه على اساس انني نرجع على انني نرجع هكا و اي فوالا. هادشي اللي كاين اليوم ان شاء الله رجعنا، ونتمنوا ان شاء الله من بعدوش عليكم عاوتاني. الحاجه اخرى اللي اصلا انا درت على هاد لا فيديو اليوم، حيت ما نقلب على شي سيرفر باش ندخلوا ليه عاوتاني قصروا الار بي وهاد الامور بحال هكا، مي ما لقيتش. دونك قلت علاش انا من الدراري اللي كيتبعوا هادشي ديال ار بي كيعجبهم غيكونوا ديجا عارفين بلي كاينين دي سيرفر جداد وهكا، انا ما عارفهمش. دونك اللي كيعرف شي سيرفر مزيان في دراري ناضين كيقصروا الضحك وراكم نتوما عارفين، يخليه ليا في التحت، ولا يصيفط ليا ميساج في الانستغرام بسميت السيرفر ولا الديسكورد ديالهم ولا شي حاجه، نحاولوا ندخلوا ليه باش نعاودوا نديروا دي فيديو ان شاء الله يكونوا جداد في الار بي. وهاد الخطره ان شاء الله ما غاديش نبعدوا. توحشكم بزاف. المهم باش ما يكونش هاد لا فيديو هذا في غير هاد جوج هضرات، غادي نحاولوا نديروا واحد الفيديو خفيف شي ماتش ما بين المغرب والباراغواي، حقاش هو الماتش ديال نهار الثلاث، ونشوفوا ان شاء الله شنو غادي يديروا شحال. تشوفوا وسط الفيديو. باش ما تسمعوش هاد الفيديو غير درنا غير هكاك، غادي نديرو واحد الماتش خفيف ظريف ما بين الباراغواي والمغرب. الماتش ان شاء الله ديال اللي غادي يكون نهار الثلاث، دونك نشوفو شحال نقدرو نديرو بهاد الماتش هذا، ونتمنو خير. دونك خليكم مع الماتش، وما تنساوش دار لي كليكوم ديال لي لقى شي سيرفور ولا شي المهم شي حاجه تكون مزيانه يعلم لي بيه باش ندخلو نبداو معكم لي فيديو ان شاء الله من الاول. بسم الله سير كرة الماروك. يؤكد المشاهدين انه لم يفوتهم الكثير لان المباراة بدأت. شوف شي مغاربة سير زير شوف من هنا الله هانيا ما شكون اللي تيرا كاع زياش كورنيرات سير بيس نصيري فينك اخويا نصيري فينك نصيري اخويا راه بغينا تشماركي عطي انت سير لا هاك بيس الله نصيري ماركا اول فيت الاولى الدراري غنديرو ضد الباراغواي دقيقه 90 ونصير اللي غاي ماركي ان شاء الله بونو فرحان عطيو لي النصير يا مارك سير نصير تحرك جميل بالكره ينجح في المرور هذه فرصه خطيره تخيل معايا الباراغواي شكون الدراري بحال هكا ما يمكنش بالتاكيد انهم سيحاولون فرض المزيد من السيطره من القوه في هذه المباراه وايضا البحث عرفتي ما يمكنش هاد الدراري واقيلا ناقص من الجهد ديال الماتش لا نبقاو نخربقو الدراري غادي نطلعو النيفو ديال الفرقه ونعاودو عاوتاني نقصرو ماتش مزيان ما ماتش ما والو إلا كانت باراغواي بحال هكا الدراري زعما نكملو مع الماتش كاع صافي فرالي وحنا نحبسو ماروك باراغواي غادي نمشيو أسيدي أوبسيون جينيرال نيفو دو ماتش أماتير شي نورمال هوت نيفو بروفيسيونيل سوبر ستار ديبيوتون غادي نديرو سوبر ستار الدراري حنا كاع دابا الدراري دابا غنعرفو شنو واقع ما بين المغرب والباراغواي خليوني من الماتش الاولاني نصيري كي تما غادي كيجري كي مارك يلا حنا طلعنا النيفو كاع الباراغواي شوما خويا نصيري
مزيان ساري، مزيان خويا، عطيه لي نصيري نصيري. شوف نصيري راه كان غير ماركيت، عمر لقات شي واحد قدام، عمر لقات شي واحد قدام. اما فهمتي الفكره ديال نصيري حنا عرفناها. سيرت عطيه لي قلب لي على شي واحد. سايس شات شي سايس نصيري، شكون هذا نصيري؟ معلم بيت زياش سير حكيم خويا حكيمي، هذا تقش لي حكيمي الله يرضي عليك خوصي. قوي تمكن من افتكاك الكرة. هادشي شناهي باقي 0-0 الدراري ضد باراغواي. نصيري خويا يحاول تمريرها من بيت تسديدة. يا فرحت بحال هما اللي ماركوني ديال بصح ولا حريت. ها 1-0 الدراري باراغواي 1-0 نيفو طالع. خليوني من الماتش الاولاني نصيري كيجري كيماركي على باراغواي، مايمكنش. لا بينو بينكم الدراري باش نهضرو ديال بصح شي لا قصروا ان شاء الله. سير اخويا سير حارس، عطيني نصيري. طيب شوف الباس كي داير نصيري، تسجلش لينا نصيري الله يرحم لك الوالدين. الثاني الدراري الثاني غيضربو نصيري ان شاء الله. المهم نكملو على الهضره اللي قلت لكم. شوف شنو نقول بلا باش تراجعو. قلت لكم الى قصروا ان شاء الله بحال كيف ما لعبوا مع الشيلي وخاص الفرقه صافي تبقى بحال هكا والله حتى الطوب قسما بالله. دفاع والدفاع اوه سحبوا بيت صح. هاني يا بونو هاني يا بونو، ما تخيعش يا بونو، الغلط ديالنا اخويا ديال الديفونس. هاني ما سكتش نقتل راه سي يحاول اختراق الدفاع بمهارة عالية بإمكانيات الهائلة. ترى زياش هذاك واو السد، يا سلام على المهارة. عطي لهم زياش يسدد الكرة با والله حتى تير ناض تير ناض باش تيرها بديك الطريقة وتعاود تهبط والله حتى نقية. حكيم زياش قام بما صار غير اللي رجلو تا هو هنا بالضبط، ولكن حارس ما نهاية الشوط الأول دراري الميطة الأولى باراغواي 2-0. نصيري خويا راك في لور جو. سير والله تلعبوها والله تلعبوها بلا خور سي والله الا غير ملي كتقصر الفرقه مزيان كتقصر ما كيهمناش حنايا صح. واخا حنا بغينا نربح بغينا كلشي ولكن حتى كره بنادم يكون عارف راسو مع من كيلعب. رد عليه خويا لا 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 نصيري من وين الدراري. سير اسيدي 3-0 على الله خويا باراغواي سياسي 3-0 ولا 4 كاع. تعاودوا عليكم في الماتش بعد ان كانت كره خطيره جدا على مرمى الفريق. هادي راه سون شونجمون سون وين الدراري امكانيه مرتده الان. اما كون درنا لهم الشونجموات الشونجمون بيكالا كون درنا لهم الشونجموات حكيم زياش يبحث عن المهاجم يتقدم بقوة بدنية كبيرة مرت الكرة كرة خطيرة أمام أحمد حكيم زياش استقبال يسدد الكرة زياش ماركة جاوالا والله يجي فرقة نادية الرابع الدراري في الدقيقة الأخيرة قبل ما يسيفلو. علاش أخويا درتي هاد الشونج مولات هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم. وأخيرا إي فوالا الدراري هادشي اللي كاين. شكرا بزاف اللي تفرج في الفيديو وإن شاء الله ما غاديش نغبر عليكم.
دونك ما تنساوش لي غير القضيه اللي قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، اللي كيعرف شي سيرفور ديال ار بي خلي لينا في لي كومونتير ولا يصيفطوا ليا في الانستغرام، ولا يصيفطوا ليا في الانستغرام باش نحاولوا ندخلوا نديروا لكم دي فيديو يكونوا مزيانين في الار بي. اي فوالا تشريكين، تهلاو في راسكم، تشوفوا ان شاء الله. سلامه.